تحية طيبة مشاهدين أينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية تأتيكم من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. رئيس حكومة المناصفة يعقد اجتماعا استثنائيا بمدراء المكاتب التنفيذية. وبتمويل إماراتي رئيس الوزراء يفتتح 4 مستشفيات كمرحلة أولى من مشروع بناء وتأهيل 8 مؤسسات طبية في حضرموت. والهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع وجبات الإفطار بالمكلا. مديرية الشحر تدشن الأنشطة الرمضانية للفرق الشعبية.